قطعت السكه السيرفس السكه اللي بعدها باثنين صحيحه وعايزين رسمه جديده ولا تسرع كل شيء. بالنسبه لنا احنا ان شاء الله المقابل الايام عندها حقيقه اخرى عندها حقيقه اخرى بتقدم بنتيجه واحده بلاش. بالنسبه لنا احنا عندنا مقابله تستنى فينا مش نخمو في الانتصار بالنسبة لنا احنا اليوم مقابلة في تاي نيسيان ياخذ منها الحاجات الإيجابية نحاول نطوروا فيها وفي كل الحاجات السلبية نحاول نصلحوها. مقابلة الإياب عندنا مقابلة حقيقة أخرى مش أنا مقدمة في الليجن ديالنا نتصور مش الحمد لله كيفية خاصة من واحد هنا تعرف كل مقابلة هي مقابلة لازم